يحفظونا دائما. ابو علي اتحفنا يا ابو علي. ابشر والله. ترى ما نظل بشيله يا ابو علي. ابشر والله انت كنت طلعت من اول وبهذا. يقول يا كل اجوادي لا تمشي الا مع الوافين، ضعاف الروابع خلهم لا تخاويهم، ترى ما يخلي خاطرك يسنا في زين سوى اخوة اهل الدين يا رب تحميهم. رجال على درب المراجل وينه جدين، صفات العلوم الطيبة كلها فيهم، ما هم يمدحوا لا جيتي والرحت مغتابين. مبادي كريمة تحمي اللي مخاويهم، تجدهم مع المحتاج والعايل المسكين، ولا يطلبون الرد من غير واليهم، كرام السجايا فيهم المدح ما هو شين، ويا الله عسانا بس بالذكر نوفيهم. وذولا والله الناموس في العسر واللين، ذولا والله الناموس في العسر واللين، وهم للجمايل خالق الخلق مهديهم، وحنا بهذا الوقت للطيب محتاجين، وبعض البشر صارت تخوف مغازيهم. وانا بنصحك لا تستمع هرجات الواشين، ترفع عليهم للدرب لعوج تقديهم. هل اللمز هل الهمز واهل اللمز عالشر ملتمين، ورا كل خطة تغضب الله تلاقيهم. لا تستصغر المحتاج واللي عليه الدين، فلا تدري ايش هو كان يا اخوي ماضيهم. يا كم ناس معنا ما نراهم بنص العين، ما ندري يكون الله علينا معليهم. وكم ناس نمدحهم نظن انهم راقين، لكن بان منهم ما يوضح خوافيهم. يكنوا لك اعظم حقد ما بين حين وحين، ويعطوك عكس اللي من الطيب تعطيهم، إذا كنت تغليهم وتحسبهم الغالين، وفجأة ندمت إنك من القلب تغليهم. ومن خفة أهل أيام ومن خفة أهل أيام لك بن يا النبي هيبين، لذولا نعيبهم وذولا مزكيهم. ما شاء الله ما شاء الله، بيض الله وجهك أبو علي. الله يسعدك والله يطول أعمارك أبو علي. أنت ديرك الجنوب وش بالضبط؟